حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى السرف والربذه